بص يا صديقي، خلينا نبدأ حلقة النهاردة بالصورة دي. تخيل كده تصحى الصبح تلاقي نظارتك بتقرأ لك المشهد من حواليك وتقول لك خد بالك ده ايميل مهم جالك وانت نايم، والمقابلة بتاعتك هتبقى بعد ساعة في المكان الفلاني، ودي فكرة فيديو ممكن تعمل لك بيها مليون مشاهدة. اللي بقوله ده هو كان حلم مارك زوكربيرج من سنين. كان شايف ان التكنولوجيا لازم تبقى جزء اساسي من حياه الناس، مش مجرد اداه ذكيه تجاوبك على اسئلتك لما تحتاجها بس، هو عاوز يعمل ذكاء شخصي يكون معاك في كل لحظه، نموذج يقدر يفهم الوسائط المختلفه زي الصور والفيديوهات والاصوات وغيرها. لكن عشان يوصل لده محتاجين لتقنيه يكون ليها ذكائها الخاص، ذاكره طويله المدى عشان يقدر يفتكر المحادثات القديمه اللي كلمته بيها، يشوف الفيديوهات زيك ويحللها ويفكر فيها. المشكلة ان السوق مليان بلاعبين كبار زي جوجل اللي طورت نموذجها الجديد جيميناي اللي بيتفوق في فهم وتحليل الفيديوهات، وكمان انثروبيك طلعت نموذجها كلود اللي بيتفوق في برمجة الاكواد على النماذج التانية، حتى الصين عندهم ديب سيك اللي عمل طفرة في التطبيق.